بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة الثالثة من الهجرة، قريش الآن تبغى تنتقم، قالت ما نترك هذا الكلام، نبغى نرد ثأرنا ونبغى نثبت، هذا أهم شيء في غزوة أحد، نبغى نثبت للعرب أن قوتنا أقوى منهم. فجهزوا جيش وخرج رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، وقال طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كم شخص؟ 1000 في البداية، 300 رجعهم من؟ 300 رجعهم هذا ابن سلول المنافق، قال لهم ارجعوا، محمد اخذ رأي من؟ رأي الغلمان. الرسول قال لهم نخرج نقاتل خارج المدينة ولا داخل المدينة؟ الشباب الصحابة قالوا نقاتل برا، عندهم حماس، وبعض الصحابة قالوا لا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان الاغلب يرون القتال خارج المدينة، الرسول يبغى المدينة حتى تحميهم، لان المدينة من 3 جهات مقفلة، من جهة الشمال مفتوحة، فقالوا نخرج، فاخذ الرسول برأيهم علما بانه كان يريد البقاء عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلبس لباس الحرب، قالوا كأننا اجبرنا واكرهنا رسول الله، لعله يريد القتال في المدينة، يا رسول الله قاتل في داخل المدينة لعلنا اكرهناك. قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين خلقه، لا يمكن، انا لبست لباس الحرب على هذه النية، توكلوا على الله. احد انا انصح للمدينة ان كانوا يشاهدنا بعضهم، واذا زرتوا المدينة يا جماعة وشفتوا جبل احد ابغاكم تنظرون بنظرة معينة، بس وشي ناظروه انه جبل من جبال الجنة. صحيح ان جبل احد ما عليه اشجار ولا بخضار مثل جبال اوروبا ولا عليه شلالات، لكن عليه عظمة، هذا الجبل صعد عليه افضل رجل في الارض، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان ومن وعلي، وصعدوا الجبل، والجبل اهتز، ما هو بزلزال، اهتز احتراما وتوقير عليه من، فانزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونزل ومسك الجبل، قال له اهدأ احد فان عليك نبي وصديق وشهيدين، وهدأ الجبل، هذا الجبل. اسألكم بالله، حنا سيرة النبي نسمعها ونقراها يا جماعة، اهتز جبل احد 25 كيلو طوله، اهتز لمحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اثبت احد، ونشهد الله على محبة جبل احد، لكن لم نتعبد الله لا بزيارته ولا بغير ذلك، لكن نحبه لسبب، ليش؟ لانه يحبنا ونحبه، الرسول انه جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحب جبل احد لانه جبل من جبال الجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قريش طبعا الان رجعوا من المنافقين 300، كم بقى؟ بقى 700، يعني ثلث الجيش رجع. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطائفتين الثلثين اللي بقوا كادوا يتأثرون، قال الله جل اذ هم الطائفتان ان يفشلا، كانت ايضا ناوية ان ترجع لان المنافقين اثروا عليهم. الرسول رأى رؤيا قبل يوم احد، هذه الرؤيا رأى حصنا حصينة، درع حصينة، ورأى ان سيفه يثلم، الرسول سيفه ينكسر، ورأى 70 من البقر تنحق، فعبر الدرع انها المدينة، وعبر السيف ان يقتل واحد من اهله ومن اخاصته، وقتل حمزة رضي الله عنه، وعبر 70 انه عدد اصحابه الذين سيقتلون في هذه المعركة. معركة احد كانت خطيرة، من اخطر المعارك على النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الكفار كم عددهم؟ 3000. الرسول حط على الميمنة وعلى الميسرة وجهزها، شوفوا طبعا اللي يعرف احد بينه وبين جبل الرماة تقريبا 650 متر، زاوية جبل احد نهايته مع بداية جبل الرماة تعتبر هذه ميمنة وهذه ميسرة، يعني دعونا نقول بهالطريقة، اي نعم الشق، احسنت، الشق هذا اللي دخل النبي في اخر المعركة، الميمنة هذه قال الرسول اول جندي يحط يده، بمعنى يلصق جسده بالجبل، سكروا لي الميمنة اضبطها، والميسرة من الطرف الثاني، وجاب 50 رجال من الصحابة رضي الله عنهم، واوقفهم النبي بقيادة عبد الله بن جبير على الجبل، قال انتم خلوكم هنا فوق جبل الرماة، شوفوا انتصرنا لا تنزلون، هزمنا لا تنزلون، لو رأيتمونا نقطع واشلاؤنا في الارض وبدأت الطيور تأكل من اجسادنا لا تنزلون. الرسول يقول انتبهوا،
احنا عارفين الوضع، والرسول معناته دارس المنطقة ويعرف الوضع. ابو سفيان مع 3000، الميمنة حط عليها خالد بن الوليد قبل يسلم. خالد يقول ما ابكاني شيء مثل يوم احد، اذا تذكرته بكيت. وخلى معه 300 شخص، وعكرمة في الميسرة ومعه 700، وبقية الجيش 2000 في قلب المعركة بقيادة ابو سفيان. ومصعب بن عمير هو حامل الراية مع المسلمين، وقبيلة بني عبد الدار مع الكفار هم يحملون اللواء، كل القبيلة تحمل اللواء، اذا مات واحد يشيلها الثاني، مات الثاني يشيلها الثالث من قوتهم. حمزة كان قائد العمليات والرسول قائد المعركة، وعلي بن ابي طالب والزبير معه. الرسول وضع خطته، ما يقدرون يلفون، ما لهم الا حل واحد، يلفون على جبل احد من هناك ويدخلون من فوق، هذا مستحيل، ولو راحوا انتهت المعركة. 23 كيلو جبل احد طوله، والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عرض الجبل عرضه كم الطول؟ 23 كيلو، والعرض 3 كيلو. فهذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اوقفهم، وجاء ابو دجانة. طبعا هنا ابو دجانة رفع النبي سيفه، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ صحابة يعرفون ان سيف الرسول مو بلعب، حقه حقه. فقام ابو دجانة قال انا يا رسول الله. قال اتعرف حقه؟ قال اعرف حقه. يقول ابو دجانة ولبس عصابة حمراء، يقول ما يلبسها ابو دجانة الا في الحالات الطارئة، ومعناتها ما فيها الا الموت، يا الموت يا القتال والانتصار. فوضعها رضي الله عنه وارضاه على رأسه، ودخل في المعركة. يقول والله، يقول بعض الصحابة، كنت الحق به، فرأيته يقاتل ويقتل من المشركين بالعدد الكبير، حتى رأى فارسا ملثما، فلما اراد ان يقتله فك اللثام، فاذا بها حرمة، امرأة مع الكفار، شافت بيقتلها، قالت، قال اليك عني، ان سيف محمد لا يمس امرأة، فان يده لم تمس امرأة، ولا رفعت يده ولا عصاه على امرأة قط، روحي انت حرمة، انا ما اقتلك. ويعرف حقه. يقول فكان يقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم توسط المعركة الان، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ الناس المسلمون ينتصرون، صار في انتصار واضح، وقريش خلاص، الرسول كان يريد في النهاية يلزمهم في مواجهته عشان ما يحاصرونه، وحصل. الرسول ما عنده ردود افعال، عنده فعل، لا ردة الفعل تعكس عليك الخطة. الرسول مبادر صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يوم بدأوا يضربونهم، بدأ بعض الكفار يهربون، لان طاح منهم ناس، الرماة فوق يناظرون، وعبد الله بن جبير قالوا لهم عددهم 50، قالوا خلاص الرسول انتصر ننزل، قال لا، لقد امرنا رسول الله لا نتحرك، انتصر او لم ينتصر، قالوا المسلمون انتصروا، لازم ننزل، ما عاد فيه فائدة من جلوس الان. ابو سفيان هرب، والصحابة فوق، نزل 40 منهم. قال عبد الله بن جبير والله لا اتجاوز هذا المكان حتى يأذن الله لي ورسوله، ما راح انزل. ولم يبق الا 10. لما نزلوا، شوفوا ترى قضية طاعة الرسول جاءت في القرآن 30 مرة، يا الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، جاءت 30 مرة، وحذر الله من مخالفة امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. والصحابة اجتهدوا، لكن خالد خلاص بدأ يمشي. خالد هو راجع التفت كذا على جبل الرماة، خلاص هو رايح منهزمين، يقول فلما التفت لقيت الناس ينزلون، فقال خالد اعلو هبل اعلو هبل، عشان يسمع ابو سفيان. ابو سفيان سمع الصوت، قال هذا صوت خالد، اكيد انهم انتصروا. والتفت ابو سفيان ورجع بجيشه، وهذول 40 نازلين ولم يبقى الا 10. جاء خالد من وراء الجبل الرماة ورجع، يقول قتلت 10 بسهم واحد، وقيل برمح رماه عليهم فقتلوا فيه، وقيل قتل منهم مجموعة ثم اخذ فرمى حتى قتلهم كلهم. خالد بن الوليد سيطر على جبل الرماة، وابو سفيان رجع مع بقية الجيش. لما رجعوا الناس، وقف ابن قمئة امام مصعب بن عمير معه الراية. طبعا الصحابة كانوا يقتلون حمزة بن ابي طالب والزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم، كانوا كلهم يقاتلون الكفار، قتلوا الذي يحمل الراية، رايتهم، ثم سقطت، ثم حملها الثاني 9 اشخاص، حتى قالوا كنا نرى علي وحمزة والزبير يذهبون ويأتون في الصفوف كأنهم يملكونها من شجاعتهم. حمزة بن ابي طالب قبل تبدأ المعركة كان حاط ريشة على صدره، يقول انا حمزة
ومن كان يريد قتلي فليتقدم فأنا من فرسانها، يعني من أهل الحرب. الرسول ما يحب هالمشية هذه فيها بخترة. قال النبي إنها مشية يكرهها الله ورسوله، لكنها في هذا الموطن يحبها الله ورسوله، هنا محبوبة هالمشية، ما عندنا فيها مشكلة. هنا رجعوا لما جاء ابن قمئة توجه إلى مصعب يبغى يطيح الراية، مصعب ماسك الراية بيمينه فضربه ابن قمئة على كتفه فسقطت الراية انقطعت يده، فحملها باليد اليسرى ما يبغاها تطيح، ثم ضرب في اليسار فسقطت، فحاول ان يضمها ثم طعنه فمات. ابن قمئة كان يحسب هذا هو الرسول، ما يعرف شكله، ظن ان هذا هو الرسول، فصاح في الناس قتلت محمد قتلت محمد. صحابة سمعوا ان محمد مات ففروا رجعوا، يقول خلاص نروح نحفظ المدينة، نحافظ على المدينة. فلم يبقى احد تخيلوا الا 20 مع الرسول بس، وامرأة ام عمارة نسيبة بنت كعب. الموقف خطير والناس راحت والرسول يناظر ما عاد فيه الا 20 شخص، ويقول الي عباد الله الي عباد الله، وبدأ بعض الصحابة يسمعون ان صوت الرسول موجود، فرجع عدد من الصحابة واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن ابي وقاص واقف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي، اول مرة يقولها الرسول لأحد، ارمي فداك ابي وامي. وطلح يقول يا رسول الله اخفض اخفض رأسك اخفض رأسك، والله ان نحري دون نحرك فداء. وجاء رمح كان بيأتي في الرسول فاذا بالنبي ينزل رأسه ويرفع رضي الله عنه وارضاه طلح يده، فيدخل الرمح هنا في يده فتشل يده اليمنى. نقدر نضحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ضحى هؤلاء؟ تقول ام عمارة فشفت عبد الله بن قمئة جاي معه سيف، عبد الله بن قمئة شجاع بالنسبة للكفار، والرسول يبارز له رجال، وجاء الثاني يبارز النبي، الرسول يحارب اثنين الان، وتقول ام عمارة الرسول وراي ظهره الى ظهري يعني ما يشوفني، وابن قمئة جاي يبغى يقتل الرسول، تقول فمسكت سيفي ووضعت لثمة حطت لثام على الرجال، تقول فبدأت اقاتله بالسيف، تقول فسقط لثامي فرأني امرأة فتركني، قال اليك عني احنا ما نقاتل النساء. ايضا عندهم حمية، ويا ليت هالكلام يسمعه من يدعي اليوم انه يريد نصرة او حقا. ورأى المرأة تقول فرأيته فدفعته، تقول فضربني على يدي فطار السيف، صقع السيف وطار. تقول فالتفت فاذا بالرسول ما بيشوف، يا رسول الله، تقول ما يسمعني، المسافة شوي بعيدة ومع ضرب السيوف ما يسمعني، وانا خشيت ان يتقدم فيقتل النبي. تقول فوقفت في وجهه ادفعه بنفسي، تقول فضربني بسيفه هنا على كتفي وغار عظمها، تقول ثم ضربني الثانية ثم ضربها الثالثة، وهو يضربها سقطت وشافه ولدها فجاء يركض، فدفع عبد الله بن قمئة ففر. فقالت له امه، قال يا امه قومي، قالت دعني اذهب الى رسول الله شوف ايش صار فيه، اذا سلم رسول الله سلمنا، اذا سلم رسول الله سلمنا، وهي طايحة في الارض. فتقوم رضي الله عنها فيقوم، يقال انها عاشت بعد الرسول 20 سنة. وذهب النبي بعد ما انتهت المعركة، قال الرسول يا ام عمارة من يطيق ما تطيقين؟ قالت والله اطيق والله اطيق والله اطيق، ولكني ارجو مرافقتك في الجنة، ارجو مرافقتك في الجنة. وش قالها الرسول؟ انت واهل بيتك كلكم ترافقونني في الجنة، انت واهل بيتك كلكم ترافقون محمد ابن عبد الله في جنات رب العالمين. انس بن النضر ما شهد المعركة، كان مسافر، ما حضر معركة بدر ولا حضر اول احد، كان مسافر ودخل، الصحابة راجعين ما يدرون ان المعركة ما زالت داخل المدينة. جاء انس قال ما بكم يا قوم؟ قالوا هزمنا وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مات رسول الله؟ قالوا نعم. قال والله لا حياة تطيب لنا بعد موت رسول الله، ارجعوا فقاتلوهم، والله لا نريد ان نحيا ما دام الرسول قد مات. يقول فشجعنا ورجعنا، يا مرجع ولا الحرب ما زالت قائمة، والرسول يحيط به كفار قريش وفيه 20 من الصحابة يدافعون عنه، وجاء 10 دخلوا، يزيد بن السكن ومعه 9 من الشباب، قال يا رسول الله نحن حولك، والتف حولهم. وقتل الاول شباب اكبرهم عمره 23 سنة حتى قتل اخرهم، ثم قال النبي من يدفع هؤلاء عني وله الجنة. وجاء ابي بن خلف لابس متترس بحديد، يقول ما في الا فتحة عيونه، قالوا وراك لابس هذا اللبس؟ قال اني قال لي محمد في مكة، يقول جبت فرسي ومريت على محمد عند الكعبة، قلت لا اقتلنك يا محمد في يوم من الايام، تخرج بس من بني هاشم واعرف كيف اقتلك، سمنت فرسي لاجل قتلك، قال اقتلك عليه ان شاء الله.
أنا اللي بذبحك عليها. ودخل هذا الرجل ما يعرفون من هو المسلمين، وكان يقف عند النبي طلحة، فسمع صوت الفارس أين محمد؟ الرسول الحين بين الصحابة، فسمع صوت الرسول عرفه، أي نعم أبي بن خلف، يقول اسمه طلحة، هذا صحيح مسلم. قال فنفرنا رسول الله، قال دعوني وإياه. يقول شال الرسول رمح، والله إنه رفع رمح فارتفع معه رجال من قوة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وشال الرمح ورماه فيه ويضرب هنا في عينه. شوف الرسول لأنه عارف أنه لابس حديد، يقول فجرح فأخذ يركض، قتلني قتلني وقد قالها لي قتلني. يقول فذهب فر فوجدوه ميتا في مكانه، وقتله محمد صلى الله عليه وسلم. استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. حمزة سيد الشهداء وأسد الإسلام، هو جاء من وراء جبل الرومات، يوم شاف الصحابة انزلوا يبغون الآن يعيدون المعركة، يعيدون الكفة شوي، فجاء من خلف ومعه ثلاثة، فجعلهم يصعدون اثنين أو الثلاثة اللي معه، وهو جالس يبغى يرقى فوق لأن خالد فوق ومعه مجموعة 300 رجل مو شويين، إذا قتل خالد في ظنه سيستطيع أن يسيطر على جبل الرومات ويمشي، وخطته كانت ماشية. فجأة من زاوية لم ينتبه لها حمزة، كان فيه رجل يتربص به وحشي، أرسلته هند بنت عتبة، قتل النبي أبوها وزوجها حمزة، قتلهم في معركة بدر. قالت من يأتيني يقتل لي حمزة وأعتقك، هو عبد كان. يقول فذهبت تحرى بس أبغى العتق، يقول فرأيته وحمزة الآن سيصعد على الجبل، يقول فأخذت رمحا ورميت رمحا بكل ما أرمي بقوة فعلمت أنه صائبة، يقول فدخل الرمح في ظهره وخرج مع أحشائه. يقول هو ما شافني، تخيل واحد زي أنا جالس أسولف معكم بكل أمان ما عندي إحساس في أحد وراي، نفس الوضع. يقول فالتفت علي حمزة، شوفوا الحديث الصحيح وش يقول، يقول من هو الصحابي؟ وحشي، طبعا أسلم بعدين وحشي. يقول فلما التفت والله إني رأيت عينيه من حدة نظره إليه خوفني، يقول ما عاد قدرت حتى انحاش. يقول وكان يمشي يتقدم، يقول فاقترب مني وانا واقف، يقول كأني شللت ما تحركت من الخوف وهو مطعون. يقول فلما اقترب عندي سقط رضي الله عنه وارضاه ومات في ذلك المعركة، حتى جاء النبي فرآه فانتحب، بكى الرسول بنحيب ودعا الله سبحانه وتعالى، لان النبي تأثر بموته، وقبل ان يأتي الرسول تقدم واحد من الكفار وادخل رمحا في فمه حتى قطع فمه وكسر اسنانه، فجاء النبي وراه بهذه الحالة وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول الآن بدأ ينادي الصحابة، وطلع رجعوا مجموعة من الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على عددهم تقريبا 500 عند المكان اللي يقوله الآن الشيخ أبو أمين، في المكان المفتوح في جبل أحد وهو مرتفع، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم زي الحضن، وهذا الحضن الثالث في الجبال زي الغرفة، وهذا الحضن الثالث، أنا صعدت على هذا المكان ورأيته. فصعد النبي ومعه مجموعة من الصحابة عساس يراقب الموضوع، وايضا لا يتوقعون فيه انهزام او انكسار او فيه بامكانه. ابو سفيان خلاص الان تيقن انه ما عاد يستطيع يصل لما وصل اليه، وقف ابو سفيان والرسول جالس والصحابة ساكتين، فقال ابو سفيان كلمته المشهورة، وقف فقال اعلو هبل اعلو هبل، الصحابة ساكتين والرسول معهم، قال الا تردون عليه؟ قالوا شنو نقول يا رسول انت بيننا؟ قال قولوا الله اعلى واجل، قال والله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، يقول أبو سفيان والصحابة ساكتين، قال ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ثم قال يوم بيوم بدر، يقول أبو سفيان، قال النبي قولوا له لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. أبو سفيان يوم سمع هذا الكلام قال والله إن هذا الكلام لا يقوله إلا محمد، محمد ما مات، هذا محمد وأبو بكر وعمر بينهم، تعالوا. ثم تفرقوا وذهبوا. الصحابة رجعوا مكسورين عقب الموقف هذا، مات عدد من الصحابة، فأنزل الله عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والرسول متردد كيف يتعامل معهم، قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وايضا شاورهم في الامر، ما تخاف، المشورة نريدها، ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم ايش؟ الشيطان ببعض ما كسبوا بشيء من ذنوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام الان مات 70 والرماة 40
ودخل على الناس، بدأ الكلام يطلع من المنافقين وبعض اليهود، يقول المنافقين لهم: الذين قالوا لإخوانهم لو قعدوا لو أطاعونا، لو قعدوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وما ماتوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت. واليهود بدأوا يتكلمون: وين محمد؟ وين ربه ما نزل معه؟ ليش جبريل ما جاء؟ جاءهم في بدر ولا جاءهم في أحد؟ وبدأوا يثيرون هذه الشبه. بدأت القبائل تسقط هذه الهيبة، والرسول لا يريد الإسلام تسقط هيبته ولا يهتز مكانة المسلمين بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش الآن تقول: نحن انتصرنا، ولو تقدمنا شوي يمكن قدرنا ندخل المدينة. وبدأوا يتكلمون كلام طويل، الصحابة محبطين، والنبي الآن جالس يفكر كيف أعيد لهم قوتهم ونفسيتهم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول طبعا نزلت عليه بعض آيات آل عمران ويحدث هؤلاء الذين انكسرت نفوسهم: ليش انهزمنا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. طيب وين الملائكة ما نزلت يا رب؟ لا، الملائكة نزلناها فقط كما قال الله جل وعلا: إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لكن النصر من عند من؟ وما النصر إلا من عند الله. الآن الرسول جلس يفكر، أنا كأني بالرسول يقول كيف رجع الآن قوة الجماعة؟ الصحابة زعلانين، لكن الله يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أيضا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما أنتم تبغون الجنة. كل هذا تطمين. الرسول الآن جالس يفكر، طيب كيف أرجع الهيبة؟ كيف أعيد لهم ثقتهم؟ صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، في خلال 24 ساعة الرسول تعبان، 56 سنة يا جماعة، صلى الله على محمد، السن كبير. فصلى، جلس في مكان إلى اليوم يسمونه المستراح، المكان اللي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعبانين. فصلى النبي ورجع، لما صلى الفجر وقف النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفكر، طيب لو رجعت قريش، قريش ترى ارتاحت بعد، أبو سفيان جلس مع قريش في مكان يبعد عن المدينة 8 أميال، معناته ممكن يرجعون، معناته ممكن يحاصروننا، لا لابد أن أبادر. فوقف الرسول، اسمعوا ايش قال، تعبانين ومقتول منهم أعداد، قال: أيها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرجن معي الآن لملاقاة قريش. وش فيها رسول الله؟ سنقاتل قريش اليوم، تونا الآن احنا في معركة وحصل لنا انكسار وقتل مننا 70. قامت الناس فخرجت طاعة لله ورسوله، حتى الجرحى حملوهم معهم في المعركة. ومشى النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام حتى وصل صلى الله عليه وسلم. الرسول ما عنده كما قلت ردود أفعال، والعرب الآن بدأت تسمع مثل هذا الكلام. لما وصل النبي موقع أو موضع يسمى حمراء الأسد، تفاجأت قريش أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خرج. قال أبو سفيان: اذهب إليهم، جهز رجل رح خوفهم، خل محمد خوفه عشان يرجع، احنا هلكانين. وطلع رجل وقابل الرسول، قال: يا محمد، ما الذي جاء بك؟ إن قريش قد لبست جلود النمور، تراهم ما زال أقوياء. قال له الرسول: ماذا قلت؟ قال: قريش لبست جلود النمور من شدتها. قال: تقول هذا الكلام عند قومي؟ قال: أقوله لهم. قال: تعال اسمعوا ماذا يقول الرجل. قال: يا قوم، إن أبو سفيان وقريش لبست لباس النمور وجلود النمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جلس حسبنا الله ونعم الوكيل بأصوات عالية. فر الرجل وذهب هذا الرجل، قال لأبو سفيان: يا أبو سفيان، أنا أتيت إلى قوم معنوياتهم مرتفعة أقوياء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول ما ترك، قال: ائتوني بفلان، رجل يسمى معبد بن أبي معبد، هذا من خزاعة، أسلم وأخفى إسلامه. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شوف، رح لأبو سفيان وحاول تخوفهم، خذلهم. قال: أبشر. راح لأبو سفيان قال: إن القوم يحترقون عليكم، يعني تراهم شابين، وإن قابلوكم لقتلوكم، اجمع جيشك وارجع فإنه أحسن لك وأحسن لجيشك. فقال أبو سفيان: تعالى، لا طاقة لنا بمحمد وأصحابه. ثم تركه وراح، ورجع النبي للمدينة.